كتبنا معناه لنرفع سلاح الله الكامل، نعلن سيف الروح. أمين. نعلنها كلنا سوا. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وأحقق كل مقاصد الله في حياتي، وكل مشيئة الله تتم في حياتي، وكل وعود الله تتم في حياتي، وأكون سهم مبري في يد القدير، وأكون شخص تايب عايش بقداسة على كلمة الله بحسب كلامه وبحسب الحق المعلن، والذي بحسب هذا الحق سيكون دينونة العالم. أرجوك يا رب اجعل شعبك يثق بهذه الكلمة ويعيش على هذه الكلمة ويعلن هذه الكلمة أمام العالم وأمام الشياطين أن السماء والأرض تزولان وكلامك لا يزول. اجعل كلمتك أعظم وفوق كل شيء يا رب، كما تقول فوق اسمك. عظم هذه الكلمة في حياتنا وسيج حول هذا المكان يا رب بملائكتك المقتدرة، ونعلن دمك، نرش دمك على هذه القاعة وعلى كل نفس أمامك يا رب، وتحمي كل ذهن إن كان من روح التشويش أو أيها الرب من أي تشرد باسم المسيح. اجعل أذهان شعبك صافي لكي تقبل الكلمة كما أنت تعلنها، الحق المطلق باسم المسيح. آمين. تفضل يا حب. أشعيا 1. أشعيا 1 أي 11. أشعيا 1 أي رقم 11. فتحنا يلا، الوقت عم بيداهمنا حتى ما تروح 3 ساعات. أشعيا 1:11. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوس دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآن دما، اغتسلوا تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، قضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. إن شئتم وسمعتم
تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. نفتح لوقا 13. لوقا 13 من العدد الأول، أول مقطع بس. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وأولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هاي بحط عنوان الليلة: إن لم تتوبوا فأنتم هالكون. كلنا منحب يكون عنا علاقة مع الله على الهينة، إنه أنا بحبه ومن أنا وصغير بحبه وأنا مغروم فيه وأنا بصلي له وأنا بروح دايما على دور العبادة وبعمل كل واجباتي وياي وعفوا، وأحيانا بفتخر بمسيحيتي إنه يا رب أنا بشكرك خلقت مسيحي. شي حلو إنك تقدر إنك أنت خلقت بعيلة مسيحية، مع إنه للأسف رح أقول 99% منا حتى ببالغ ربيو بعيال مسيحية ما بتعرف المسيح، بتعرف عن المسيح، بتعرف الفرائض الطقسية عن المسيح، الواجبات الدينية بالكنائس. لكن من البطن سميت عاصيا. من البطن سميت عاصيا. شو ما خلقت انت، من اي طائفة، من اي مذهب، بنظر الله انت صنع يداه. بيقول المرنم بالمزمور 119: يداك صنعتاني وانشأتاني. هو اللي انشأك وجابك على الدنيا، هو اللي ارادك مثل ما انت. لكن للأسف، لانه الله خلقنا على صورته ومثاله وأحرار، وعنا إرادة حرة نقبل نرفض. ما خلقنا آلات، نحن بتعرفوا كل شيء نحن البشر بنعمله آلة، نحن بنتحكم فيه. ما بنقبل نصنع آلة ما نتحكم فيها، ما بنقبلها ولا ممكن، ما حدا بيعملها. هلا بتشوفوا بالأفلام هيدي خرافات، إنه بيخترعوا إنسان وبيعملوه الحر، بالاخر بيطلع مدمر وبيدمرهم. الله لما خلق الانسان خلقه حر، لاحظوا، مع انه قادر كان يفنيه لما سقط، كان قادر يفنيه. شو بده؟ ما هو خلقه بيشيله، بتقلي له قلب، ما هو خلقه، ما هو جابك، يعني مش غلط اذا شالك. رغم هالشي، لأنه ما منعرف قلب الله، دائما أحيانا منلومه ومنحط الحق عليه ومنحطه بالمرصاد. كلنا وقعنا فيها،
من دقني وجر. انا مش عم بحكي فوق الروس، نحن بشر كلنا مرقنا بظروف وبصعوبات وصلنا لمرحلة وينك يا الله شو عمل لك انا؟ حدا ينكر؟ ما حدا كلنا وقعنا فيها. لكن شو هالإله الرائع، أخلاقه مش مثل أخلاقنا. خلي واحد هيك يقلنا هالكلام ويتعدى ويظلمنا، ما بنسكت له، ما بنسكت له. أنا عم تظلمني؟ عم تتهمني؟ روح طلع بحالك. هيدي أقل شيء إذا ما انتقمنا. الله خلقنا أحرار، وهيدا مفتاح، هيدا مفتاح الإنسان يلي الله وجده فيه واحترمه فيه لحتى يكون دخول هالإنسان على السماء بإرادته مش غصب عنه. يعني الله ما بيمسكك بالقوة بيقول لك فوت على السماء لعندي، بريدك وأمن لك الطريق على الصليب، سكر كل ديونك وخطاياك، لكن شي بيرجع لإلك انك انت تتجاوب، انك تريد، انك تقبل. لاحظتوا من اشعياء واحد رب شو بيقول له؟ انت عم تفتخر انك مسيحي، تنقول قال لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ الذبائح بالعهد القديم كانت حيوانات على انواع، في شروط اكيد، ما لك حق تقدم اي حيوان، كانت كلها يا خراف يا جداء يا ثيران يا حمام او يمام، غير شيء ممنوع. الفقير كان يقدم يمام او حمام، مش قادر يشتري خروف اذا ما عنده. لك الرب شو حنون، اشتري لك عصفور. الفكره، فقال لهم الرب قاعدين عم بتحطوا بتعطوني ذبايح، ذبايح وبتقدموا. بالعهد الجديد الذبايح اختلفت، التسبيح ذبائح، العبادة ذبائح، هيدي ذبائح، ذبائح روحية. العطايا المنحطة في الكيس ذبائح، لما بتقدم من جيبتك انت عم بتقدم من تعبك، مع انه هيدا موضوع تاني ما رح كمان نفوت انه هيدا التعب كيف وصل لي. يعني إن الله لو ما عطيك باب تعيش من وراء كمان، ما تقول أنا بشطارتي، صدقني، لأنه الله قادر يفلس أغنى إنسان بالعالم بلحظة، وصارت أغنى إنسان بالعالم بين ليل وضحاها أفلس، ما بقى معه شيء، صار مكحكح. فالفكرة هو لي ذبائح أنا بحطهم من تعبي، إنه أنا عندي مصاريف، أنا يا رب هلأ رح حط لك وانسى مصاريفي، إن كان من فواتير، إن كان من احتياجات طعام، من طبابة، من أجار بيت، من تعرفوا. مع أنه إحنا هل يعني بهالعصر كترنا مصاريفنا من عنا، يعني الله ما كان بده هالقد نفوت بهالمتاهات، بس فتنا فيها وصارت من أساسيات الحياة. يعني السيلولر قبل الأكل مثلا، يعني قعدني بلا أكل بس ما تقعدني بلا سيلولر، شوفوا لوين. فالفكرة هودي ذبايح. فنحن إذا الرب بده يقلنا بهالأيام ليش عم تعطيني وتعطيني وحالتك منا مرضية قدامي؟ قال من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ بتقول أنا عم روح بصلي وبعبد وبعمل واجباتي، طب اطلع بحياتك كيف برا عايش بالخطية وبتفوت على الكنيسة أو أماكن العبادة وبتصير تصلي وبدك الله يسمعك، والرب شو بيقول بأشعياء؟ إن كثرتم الصلاة لأسمع. مش ملاحظ قدي صار عمرك بتصلي بتصلي، السماء نحاس والأرض حديد، طب ليه الله ما عم يسمعني؟ بس لاحظ شو عم بتصلي أنت؟ عم بتصلي يا رب أنا بدي أرضيك، أنا بدي يكون عيش في مشيئتك، أنا بدي عيش على ذوقك، على رأيك، على فكرك. لاحظ أنك فاتح حسابك، ملاحظ رب يقول الأثامكم
صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. شفت ليه ما عم يسمع؟ خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. شو بيكمل بيقول؟ بالعهد القديم كان في فرائض الله حاططها من اللباس، من قدس الأقداس، ثبوت العهد، عصا هارون، خبز الوجوه، الوصايا العشر بقلب ثبوت العهد يلي كان معمول من خشب الصنط ومغشى كله بالذهب، وغطى من ملكان الكاروبين من ذهب مظللين على التابوت رمز لحضور الله، والحجاب يلي ولا ممكن حدا كان يقدر يخزقه، ما حدا هيدا الحجاب بيقدر يخزقه يملعه، معمول بطريقة أطنان من الأطنان ما بتملعه. وهذا كله رموز. والقدس مطرح ما فيه خبز الوجوه ومذبح النحاس والمنارة والفرائض كلها سوى البنات العمل للذبايح والبخور. ممنوع كان رئيس الكهنة يفوت إلى قدس الأقداس إلا مرة بالسنة بيوم الكفارة من بعد ما يكون تل المكان بخور. أنتوا البخور هلأ اللي بتشوفوه بالكنائس العادية هذا ماشي. كان ممنوع يشوف تابوت العهد جوا لما يفوت يقدم مرة بالسنة الذبيحة عن خطايا نفسه أولا وبعدين عن خطايا الشعب، وحامل طاسة الدم وفايت وإجره مربوطة بجنزير، لأن إذا في خطية نايم عليها كان يموت جوا. وطرف التوب كان فيه رمانات وجراس. توب رئيس الكهنة كان كل السنة يلبس تياب كهنوتية من ملايين الدولارات، كلها حجارة كريمة وذهب وفضة ومن أغلى الكتان والحرير. يعني تصوروا مليونير ماشي صاروتوا عليه. بيوم الكفارة بده يفوت فقير مكحكح عليه بس تياب كتان أبيض. ممنوع تفوت إلى محضر ملك الملوك شايف لحالك مينك أنت؟ أنت محتاج تلبس لباس البر الأبيض وحامل دم التيس أو الخروف يلي ذبحته عن خطاياك يا رئيس كهنة، وحامل دم خطايا الشعب يلي كمان كفروا عنهم، فالله يقبل شفاعتك عن الشعب. وإلا إذا نايم على خطية راحت عليك، ومين اللي بيسترجي يفوت يجيبه؟ يلحقه بيلحقوا. من هيك كانوا الجراس علامة انه بعده طيب، عم يدقوا بالرمانات يعني عم بيتحرك الزلمة بعد في نبض. صدقوني كان لما يفوت رئيس الكهنة ما بتعرفوا قد ضغطه كان يكون، خايف يموت شي خطية نسيها مش معترف فيها، عم بحكي جد. والكهنة كمان كانوا على اعصابهم رح يطلع ولا رح يضل جوا. بس بتعرفوا قد ما كان الموضوع مخيف ما كان يسترجي ولا رئيس كهنة ينام على خطية، لأنه كان يخاف من الموت. عارف حاله إذا خطية وحدة فايت مات، لأن أجرة الخطية موت. خطية وحدة بس انتبه، الله مش ناطر أكثر من خطية ولو هالقد نوطة، لا، لأنه يلي قال لك لا تقتل هو قال لك لا تكذب، ها طبيعته. يلي قال لك لا تزني بالعهد الجديد شو قال لك؟ من نظر إلى امرأة مش واشتهاها ليشتهيها، ليه عنده نية إنه يشتهيها، بعد شهوته ما تحركت بنيته إنه يطلع حتى تتحرك شهوته يشتهيها، يعني بعده طبيعي بعده. قال زنا هو زيته، فهمتوني؟ يعني زيت طبيعة الله يلي قالك هيدي ما تعملها، قالك هي ما تعملها، الكبيرة والصغيرة ما تعملها، الوسط والأصغر ما تعملها. الله عارف انه ما فينا نطيع وصاياه، تبه ما حطهم كعايوة، حطهم تيفرجينا طبيعتنا على حقيقتها.
من هيك اللي بيقول لك خي انا بعيش على الوصايا مخدوع. سالني سبقتك صدقوني الله بيشهد علي كنت كل اسبوع حط خطيه وحده بس قول هالاسبوع ما بدي اكذب بس بدي اوقف الكذب. صارع الاسبوع كله سبعة ايام ما بدي اكذب ما بدي اكذب اكذب اضعاف يطلع لي فتاوى واشياء بدي انجبر كذب وقال كارثه. لقي حالي اخر الجمعه يا ريتني ما اخذت هالقرار قول يمكن انا مش قدها طب خليني للحلفين الجمعه تاني قول ما بدي احلف يا رب خلص ما بدي احلف هالجمعه ما بدي احلف. عم بحكيكم بصدق مش عم بالغ. هالاسبوع قول ما بدي احلف تجيني امور ما خلي حلفاني وحيات وحيات ودم وحيات والله وحيات انا ما اكون حالف هالاكل حياتي بهالجمعه قد السنين كلها اللي كنت عايشها قول مش عم بصير. والجمعه اللي بعدها كمان حط كمان غير خطاي قول ما بدي سب يا حرام يا حرام. مره بتذكر كان عمري 14 15 كفرت استغربت سبيت الله. انا لما سبيت حسيت هيك مثل مي سخنه اندلقت علي شو عملت انا تفاجأت كانت صدمه لإلي انه انا طلع من تمي هيك. ما انا ادمي ما هو لانك ادمي رح تعملها لانه بطبيعه ادم بيك اللي سقط ورتك اياها من 6000 سنه لك هالورده صار لها 6000 سنه عم تنتقل وصلت لك يعني شوف قد ايه مخمره ست بنت الخمر العتيقة يعني بالآخر ما فيك نقطة بتروح فيها 6000 سنة. فصدقوني عشت فترة كل أسبوع بالآخر يئست قلت له خلاص قل الحقيقة وين وريحني. حتى قلت له إذا الحقيقة خارج المسيحية أنا مستعد يئست من مسيحيتي. صدقوني يئست من مسيحيتي قلت له خلاص إذا الحقيقة خارج المسيحية بديها بس وين الحقيقة بدي الحقيقة منك اللي إياها وين أتيري هو الحقيقة مش وين الحقيقة مين الحقيقة مش وين منا بمكان عفوا منا بكنيسة معينة منا بمنطقة معينة الحقيقة مين يلي قال أنا هو الطريق والحق هو الحقيقة والحياة. تيري أنا مش بس محتاج للحقيقة محتاج للطريق ومحتاج للحياة لأني ضال وميت كمان. تعرفوا نحن هين ما بنقشعر على الامور حسب حالتك. فرب لك شو بيقول لهم قلت لكم على البخور فكان يبخر ويبخر ويبخر لحتى البخور يتل القدس وقدس الاقداس تيفوت بدم التيوس ويرشوا على قدس الاقداس جوا على التابوت وعلى الكل قال تيطهروا كلهم ويرجع يظهر بسلامه ما يقشع شيء ممنوع. شو قال لهم الرب البخور هو مكرهة لي وهو قال لهم قدموا لأنه أصلا رمز للصلوات. البخور إذا بتقرأ في سفر الرؤيا بيقول لك والبخور هو رمز صلوات القديسين. تبي مش البشر الآدميين قال صلوات القديسين. عم تفهمني؟ يعني أنت شخص مفروض تكون تايب مثل ما قالوا يسوع إن لم تتوبوا إن لم تتوبوا الهلاك مطركم. القديس هو اللي تقدس بالقدوس يسوع. شو قال الملك لمريم العذراء القدوس المولود منك. فمين اللي بيقدسك القدوس يسوع القدوس. القديس ما بيقدر يقدسك. القديس كان خاطي مثلي ومثلك وإجا ليسوع القدوس تختمه آمنتم لذلك ختمتم. في ختم من السماء عليك إذا ما جيت بالطريقة اللي رب حطها بالكلمة ما رح تشوف السماء ما رح يختمك. روح على أعلى الدولة جيب معاملة معينة ناقصة شروط الدولة حطتها بيختموا لك إياها. اخراج أي دخي فردة روح بلا صورة ما تاخد معك صورة شمسية ومش مختومة قبل المصاري بيعطيك اخراج ليت اذا ما عليه صورتك صورة بلا صورة ما بيمرقوها. زعبرة بالتواريخ يمكن يعملوها بس بلا صورة
بدنا نشوفها شبوبية ولا شو بيطلع منا بعدين. فالفكرة الله إذا ما جيت بالطريقة اللي هو حطها، أول هي التوبة. إن لم تتوب أنت هالك، أنت هالك. فقالوا إن البخور أنا مش طايقه بقى، يعني ما بقى تعملوا لي حركات وتصرفات وعايشين على رأسكم رجلين ورا الميل وقال عم تقدموا لي زبايح في بطح. شو بقول لهم؟ قال جاي تقدم لي الأعور والأعرج واللي ما بيخلف، إنه هيدا مش جايك منه شيء، يلا بنعطيه لرب شو الرب رح ياكله. يعني بتقدم صرت من قفا ايدك رحالك شو منيتها بالعقل الجديد. تشوف اذا بتضحك حالك ولا لا. لما بتيجي بتعبد الرب، شو اللي عم يعبد الرب فيك؟ شفافك ولا روحك؟ بدك الرب يقول عنك هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. هيك بدك يقول؟ انا جاي عم بعبد وعم صلي له. ما فيك تخدعه، الله اله حق. اذا ما بتعبده من قلبك ما رح يقبله. ورح اقول لك شيء، اذا انت منك تايب ما رح فيك تعبده من قلبك، لانه روحك ميته. روحك فيك بس ميته، منقطع عن الله. من هيك اجى يسوع ومات وقام لكي يقيم روحك من موته. قال قام وأقامنا معه، مش بس أقامنا وتركنا، قال وأجلسنا معه في السماويات. شو هيدا؟ قال أعدك حده. تعرف عشوم أعدك فوق؟ مش على كرسي خيزران ولا على فوتاي من جلد، على عرش من ذهب. عرش من ذهب، صدقوني الرؤيا بيقولها، سفر الرؤيا بيقولها. في اخ انا بعرفه هو خبرنا اياها، كان عنده بنته الكبيره ملحده، هو مؤمن وخادم وبيحب الرب ومرته. بنته الكبيره واسمها مريم، اسمها مريم، مش كل مريم بتزبط معها بالبدايه بس تعرفه، اسمها مريم ملحده، ما بتآمن انه المسيح حي وموجود والله موجود. خبرتها للبعض. سافر على العراق وبلش يخدم الرب هنيك. كان يشتغل بمؤسسة روحية بتوزع الكتب. قبضته الشرطة بالعراق وحطوه بالحبس وجلدوه. قال وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا ايضا من اجل اسمه. فقامت الام اخذت قرار انه هي تنصلي يا ماما للبابا. هي واخواتها الصغار مش عارفه قلب بنتها بهالطريقه عم بيصلوا وهي عم بتلوم الرب. انت موجود يعني؟ انت ولا موجود بيي بيصير في هيك؟ هي موجود الله لما الله ولا مسيح، وصغيره عمرها 11 سنه. شو بدك يصير؟ الرب اخذها بالروح، مثل في معنى اخت هونك اخذها بالروح بالمؤتمر باللقاء، اخذها من بكفي على الحدد ورجعها. بتقلي كيف؟ سألها. المهم أخذها بالروح على العراق، فرجاها بيا بالسجن عم بيتعذب وعم يجلدوه. صارت تبكي، يسوع مسكها بإيدها قال لها رح فرجيك بيك أي مقام أنا شايله. أخذها على السما، فرجيها عرشه وعروش حواليه ملزقة فيه من ذهب، وفرجيها اسم بي على العرش. قال ليكي بيك وين اسمه؟ ليكي وين؟ ما صدقت انه بيك حاط دمه على كفه وعم بعيش كرمالي، حاطتني انا اولا بحياته، من هيك انا شايل له عرش عندي. هيدي الحادثه خلتها تعطي حياتها ليسوع بس بعد سنه. ليك الرب شو عمل معها؟ واجت بعد سنه، مش دغري اجت. اول فتره صارت تخبر. وشو فرجيها كمان؟ اخذها على غرفه بيضه واسعه، قاعه ما لها نهايه، شافت باخر القاعة شيء اسود عم ببلعت. مسكها بايدها قال قربي معي. كل ما يقربوا وياها تشوف هالشيء الاسود عم بيزم وبيصغر، بيزم وبيصغر. قالت له يا صاحي ده شو؟ قال لها رح تعرفي رؤي. يعني حتى صغار ما عندهم صبر.
كل ما يقرب كل ما هالشي خايف عم يهرب وبده يزمه ياخذ زاويه. لا بالاخر شفته هالقد صغير بنقطه سوداء لما يسوع قرب. قلت له بعد ما قلت له هيدا شو؟ قال له هيدا ابليس. قال له اللي بيضل ماسك بايدي ومتكل علي كل حياته ابليس اوطى من الصرصور، ما بيسترجي يقرب ليه. بس اللي بيضل بعيد عندي وعيش على راسه ومفكر حاله قبضاي وانا اعلم من اين تؤكل الكتف، قال له ليك قد ايه بصير حجمه لما بعد شفته مارد قدامه. وخليني اقول لك، واحد غلب ابليس ما هاليلويا. شفت ليه ما بحبه؟ فلما بتكون بإيد الرب يا حبيب قلبي رح ترتاح، وبتمسك بإيده بخطواته على كلمته رح ترتاح، ولما بتعيش على كلمته دايما بقوله ورح ضلني أقوله، لما بتعيش على كلام الملك ملك الملوك بتعيش ملك. مش ضروري ملك بالمال وبالذهب وبال، بنفسيتك بحياتك بسلوكك. بس اذا بتعيش بلا الكلمة بتعيش على مستوى التنك، بتصدي دغري وبتنطعش دغري وبتنكب دغري. ليه؟ لانك عايش على راسك مش عايش على كلمته. ليش يسوع قالنا السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول؟ لا يزول. ما فيك تعيش على راسك. الدينوني على الانجيل، الدينوني على الانجيل. في شيء بعد بدي اقوله غير التوبه، انك تترك خطاياك وتغير اتجاه حياتك نحو يسوع. في شيء تركته بس في شيء بدك تعمله. ما فيك تترك اشياء وتضلك بالنص بفراغ، في عليك خطوات عمليه انك تعيش على الكلمة، تعيش بين اخوتك اللي اختبروا الخلاص مثلك، وانك تطيع كلامه. كلامه هلأ لقلنا مش بالوصايا العشرة، لا تقتل، لا 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 لا. رح قلك شيء، هول رح يصيروا فيك لما بتتجدد. مجدا. بمجرد انك تعطي قلبك ليسوع هو اللي رح يصيروا فيك. رب يقوله قال اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم فيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب. لما بتتقابل مع يسوع رح تعرف قلبك وسيصارت فيه كلامه بالنسبة لك حياتك ونفسك. لكن مش معناتها انك ما تبلش تقرا بالانجيل. وضع طبيعي انه يصير الانجيل غذائك اليومي، طعامك الدايم، تعيش عليه. لما تعرف يسوع شو حكي شو قال وشو علم وشو طلب رح تلاقي هالامور بالنسبه لك يا رب قل لي يا رب بعد، قل لي بعد، قل لي بعد. اذا في اشياء مستعصيه مستعد يعطيك النعمه تتقدر تخترق. انا اول ما تجددت بتذكر كنز علينا انا وشاب، وهو غلطان معي، قال لي يا رب بتروح بتعتذر منه قبل ما تيجي تاخذ كسر خبز، بتروح بتعتذر منه. طب يا رب هو غلط معي، روح اعتذر منه، لانه قلبك مخبى في شيء جوا، روح خذ قرار. وهيك صار من بعد صراع، ما كانت عيني علي انه انا بدي وطي من نفسي وهو غلطان معي، وعفوا انا طلعت راس معه يعني، ما يعني غلط معي بس انه ندم كيف غلط معي، وبرضه بيقول لي روح انكسر واعتذر منه. يا رب رحت واعتذرت والرب فاجئني، هو اعتذر مني وقال لي تعت ابوسك كمان، قال لي انا اللي غلط معك مش انت وتعت ابوسك. بتعرف الرب شجعني، فالرب يشجعك بكلامه بس ما تضلك عيش على راسك. من هيك شو بقول باشعياء اذا بتلاحظوا تقراهم
قال من بعد ما بيقلون البخور ومكره لي ورأس الشهر والسبت ونداء المحفل. السبت كان يوم عبادة مثل ما نحن عنا يوم الأحد. إن يوم الأحد أنا عندي مقدس، بروح بقديس بعمل وجبتي وبرجع لخطاياي، بسكر على يسوع بالكنيسة بقول له بشوفك جمعة الجاي. أنا هلأ بعمل البدية ضر ظهرك للرب لأنه مش بقلبك. فحص نفسك، فحص نفسك. طب باللحظة اللي أنت إذا مت فيها وبعدك بخطاياك لوين يا مسكين؟ هالك في الجحيم، منك قد جهنم. من صنعت كرمالك يا إنسان ولا كرمالي؟ هذه معدة محضرة مجهزة لإبليس وملائكته. جهنم مش للبشر، من هيك ما رح تتحملها. إذا إبليس مش طيقة ومعدي لقله، أنت بك تتحملها وأنا بدي أتحملها وأنت بك تتحمليها. روح عيش بالأسكيمو هلأ، تتحمل؟ ما بتتحمل. جلدك بيشقق، الدم بينزل منك، جلدك بينشف، منخيرك صار يدقون، أو دينك بالطقة بتكسرها بتخسرها. بكندا هيك عم بصير مع ناس إذا ما بينتبهوا. الحرارة 30 و40 تحت الصفر. طب إذا هيدا طقس أرضي على الأرض وهيك، كيف في بحيرة متقدة بالنار والكبريت؟ نار لا تطفأ، ما في شيء بيطفيها، مش لألك ولا لألها. فخطاياك بدها تهلكك. لست أطيق الإثم والاعتكاف. رب واضح معك، بتعيش بالخطية وبتعمل واجباتك الدينية، إثم واعتكاف، خطايا وتدين. طب عم تضحك على الله ولا على حالك؟ بدك تقول لي ما بيدي حيلة، الرب شايف، عارف قلبك. إذا صادق الحل عنده، توب ورجع له. بيقول الرب ارجعوا إلي فأرجع إليكم، تعالوا إلي وأنا أريحكم. في أبسط منا، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. طب ليش هو كله عم بيقولون؟ بتعرفوا ولا قديس اتجرأ يقول هالكلام، ولا قديس. حتى مريم العذراء المباركة بعرس قانا الجليل لما خلصت الخمر راحت عم بالواسطة مع يسوع، تعرفوا شو جوابها؟ قال لي ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد، بأجت ساعتي. الآب بيقول لي أنا أنت بلش بالمعجزات، بس رح أكرمك، رح أكرمك أنك أمي. والوصية بتقول أكرم أباك وأمك. شو عملت العذراء؟ مريم العذراء أخذ على خاطرها، زعلت، هي كانت متواضعة وديعة. هل أنت يا أختي عندك الصفات مثل وديعة ومتواضعة ولا مخارج بالسماء؟ عم تلبسي مثل لباس محتشم ولا المفاتن على طول بدها تبين؟ من شد ظهرنا بالقديسين ونحن عبيد للشياطين ما بتزبط. راحت عند الخدم شو قالت لهم؟ كل ما يقول لكم افعلوه. اسمعوا الكلمة منه، أنا ما طالع بإيدي شيء، أنا بصلت ما بعرف. هو كل ما يقول لكم افعلوه. شو قال لهم؟ روحوا عبوا جرار مي. مش منطق، روح عبوا جرار مي، اسمعوا الكلمة وما تقولوا ما في منطق. الله بيشتغل فوق منطقي ومنطقك، مش ضده، هو فوق، فوق المنطق. هو خلق المنطق، هو خلق الجاذبية، خلق، بس هو فوق المنطق. من هيك ما تقول الله كيف بده يتدخل، كيف بده يحل لي مشكلة حياتي. قل له يا رب أنا واثق فيك بس ما بعرف كيف، بس أنا أعلن ثقتي فيك. فالخطوة الثانية من بعد التوبة الإيمان، توثق إنه حبك محبة أبدية، وجريريك الفاضية رح يملي لك إياها، ما رح يخليك منشف، رح يرويك بخمر جيدة، لأن الخمر اللي عملها من المي كانت أحسن من الخمر اللي كان مقدمها صاحب العرس. معكم الخبر؟ قال له شو هيدا؟ الناس بيقدموا الخمر يلي انت هلا قدمتها قبل حتى ما حدا يحس انه ما بتعطي مفعول،
بعدين الدون قال انت تركت الخمر الجيدة للآخر. تعرفوا بأيامنا ككنيسة الرب هيك عم يعمل، خمر الروح القدس اللي عم يسكبوا على الكنيسة أفضل من الأول. إذا بتتذكروا طلعوا على اللقاء أنا قلت لكم إياها ويمكن غير رئالة، كل لقاء مع يسوع عم بيكون له خمر جديد أقوى من الخمر اللي كان، شيء مش طبيعي. كل لقاء في خمر جديد، عم يبقي الخمر الجيدة لكل مرة. فيلي ما طلعت الصفل وراحت عليكم، لحقوا حالكم بالتاني مرة، شو بدي لكم؟ اللي بيحضر السوق بيبيعه بيشتري، تكبول المثال، مع أنه ببلاش صفله، خمر ببلاش بيعطيكم إياها. فعليك تؤمن، حط ثقتك فيه أنه سفك دمه كرمالك، عطاك كل نقطة الدم من جسده كرمالك لكي يطهرك من كل خطية، قال لكي يحضر لنفسه شعبا خاصا غيورا لأعمال حسنة. رب محضر لك أعمال، لما بدك توب وتعطي حياتك توسع فيه مثل ما قلت لك، ما تترك حالك على بفرق أنا تجددت وتمددت. يا مسكين إبليس ناطرك تتمدد، ناطرك ترتاح على الدردي وعكر الزيت، ناطرك رجع تذكر محبتك الأولى وانطلق من جديد وبلش اعمل اللي رب بده منك. شو قال لهم؟ أنصفوا اليتيم. هلا في شيء على الأرض بدك تعمله، حامي عن الأرملة مقطوعة، اقضوا للفقير، أنصفوا المظلوم، كون إنسان عملي على الأرض، ما تكون أناني عايش لنفسك ومملكتك وبس، عامل حالك ملك على شو؟ فيك تعرف أنت البساط بينزح من تحت جراك؟ كم واحد هون كان في بساط تحت جراه وراح؟ فهمتوا شو بقصد؟ بيوت راحت، أملاك راحت، عيال راحت، كان عنده عيال بابا عنده حدا، وين البساط كنت بتكل عليه؟ الخبر الحلو والمش حلو بدي أقوله بلوقة 13، كانوا عم بيذكروا قال بالجليليين، راحوا عم بيقدموا زبايح بالهيكل، شو عمل بيلاطس؟ دبحهم مع زبايحهم، مجزرة، صح؟ صار مجزرة، ناس عم بتقدم زبايح لله، شو افتكروا هني؟ هل هذا هو كانوا أشرار هيئتهم بيستاهلوا لكن؟ شو كان كلام المسيح؟ إنه هول اللي ماتوا لأنه كانوا أشرار فكركم هالقد؟ هول عبرة، مسطرة، مثال لألكن، لأنه إن لم تتوبوا قالون نفس المصير ناطركم. هول كانوا مسطرة لألكن. ليش أنت مثلا أنت اللي هلأ كون تنول أرمن، ليش مش أنت خلقت على أيام المجزرة ورحت عليك؟ بقول إني حرام، الله يعلم، الله يعلم، لحاهو للجليليين مش حرام؟ قالوا المسيح، قالوا مش هلأ كانوا أشرار تندبحوا، بس عبرة، عبرة لمن اعتبر. هو اللي تكونوا مصر أنه ما تفكر أنه أنت زمطت. الله عم بيقول لك يا ابني إذا هولي بلشوا فيهم هيك انتبه لحالك، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. مش بس وقفون ذكروا بحادثة تانية، إنه إذا كمان إذا عم بتذكروني رح ذكركم بحادثة أنتوا نسينا. قالوا إنه هوليك ذبحهم بيلاطس شرير، هو ركبوا شيطان وعمل المجزرة مثل عملوا الأتراك. طب البرج اللي سقط بسلوام على اللي كانوا هونيك مين وقعوا؟ ما حدا، صح؟ هيداك مخطط. طب هيدا شو؟ قضاء وقدر. شو بيقولوا الناس؟ يعني فيك تزبط من الموت؟ شو قال لهم؟ قالوا كمان هو كانوا أشرار هالقد؟ إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وحتى هيدا الكلام أنا أقوله مش بس اللي بعد ما داق يسوع مخلص واختبر الولادة التانية ويسوع سكن بقلبه وعرف أنه خطايان غفرت واسمه انكتب بسفر الحياة وصار عنده قلب جديد، قال أعطيكم قلبا من لحم وأجعل روحي في داخلكم، أنزع قلب الحجر من لحمكم. هيك قلب الإنسان حجر، قال رب ينزع قلب الحجر منك. لكن كل العبرة شو؟ تكون لإله. حتى نحن كمؤمنين علينا توبة مستمرة،
السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا رب. أمين. إن لم نتوب فنحن هالكون. ما تقول أنا ابن للرب معلش الله بيمرق لي إياها ولو ما أنا وياه خشبوش. إياك تفكر أنك خشبوش أنت وياه. بيك وخالقك وفاديك وربك وحبيبك وعريسك المنتظر، لكن قدوس. لحق لك شي صغير وإن هي في أخت، ما رح سمي حتى ما واحد يروح بيخيله، في أخت من بلاد برا الرب فرجيها أمجاد السماء كلها وعمل معها أمور رائعة، فرجيها جهنم، لكن هيدي كان مخصص للسماء أكتر، وعدا بحماية مش طبيعية، قال لها ما حدا رح يدقك بشوكة، وعودها كل يوم يقعدوا وياها. هتستغني بروح سأل الرب لعمل هيك. كان هو وياها كل يوم مثل كأنه بيا أو رفيقة، يعملها بكل الطرق، فصارت خشبوشة وياه. شو صار؟ ما بقى عندها كلفة إنه أنا ويسوع على طول كل يوم، شيء غريب. هنيك نهار ترك لها إياها مفاجأة، شفته بالمجد، الملائكة حواليه عم يعبدوه بمهابة، حضور جليل. قالت إيه؟ أنا مش معودة على هيدا يسوع. حست برهبة، فرطت راحت بأرضها، خافت إنه كل عمرها أخدته خشبوش حبيبي يسوع وعريسي يسوع. أمين. هو هيك، لكن إله مهوب. حست برهبة لدرجة تفاجأت، كأنه رب عم بيقول لها شفتي في كل هالصفات، بس إياك تنسي هالصفة، لملائكته ينسب حماقة، السماوات غير طاهرة في عينيه، هو ده قديسوه لا يأت منهم. إذا الله ما بيأمن القديسين الأبرار يلي سبقونا ونحطوا بالكتاب مصر لنا، فهمك كفاية، فهمك كفاية. إذا لهوليك المصر الكبيرة ما أملن. فهمت عربي؟ فهمت عربي؟ كون في مخافة الرب اليوم كله. هيك الكتاب بيقول كن في مخافة رب، عيش بمخافته، ما تتصرف على راسك ورايح يلا أنا والرب غير شكل، تطلع براسك. ما بيقدر ينكر طبيعته، طبيعته قدوس طيب ومحب وحنون وعاطفي، لكن قدوس وعادل وبار. عم تفهموني؟ ما بيقدر ينكر طبيعته. فيك تمشي عجل وحدك العمرك؟ فيك تمشي أعرش كل عمرك؟ قد ايه بدك تتحمل؟ إذا أشرك التاني بتوجعك عم تمشي، تانية بتكلها. كم واحد حيب هيك يرجع ليلي يا رب بدي أجدد عهدي معك؟ واللي ما أعطى حياته ليسوع يعطي حياته، يا ريت نوقف كلنا سوا. كم واحد حيب بالليل يا رب قلبي ليك، عمري ليك، روحي ليك، نفسي ليك. كم واحد اللي يا رب انت بتستاهل، يلي اعطيتني حياتك وجعلتني وارث معك، مش عطاك نص الورثة مثل البي اللي انذكر بلوقا 16، انت وارث مع المسيح كل اللي له لإلك، حتى جسده اللي قام فيه من الموت ما رح يعطيك جسد اقل منه، نفس مستوى الجسد اللي قام فيه من الموت. مين اللي بيعملها؟ عم بيعاملك الند للند وانت استغلالي؟ قل له يا رب قلبي ليك، عمري ليك، روحي ليك، نفسي ليك يا رب، كل اللي انا لإلي هو منك بعطيك اياه يا رب، غسلني من خطاياي، طهرني بدمك، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، ساعدني عيش إلك حياة جديدة، اغفر لي خطاياي، اكتب اسمي في سفر الحياة، أنا بدي أكون واحد من أولادك اللي أنت راضي عليهم، اللي بفرحوا قلبك كل يوم، يلي همهم يرسموا ابتسامة على وجهك، يلي همهم يخففوا دموعك وقهرك من شرور الناس وخطايا الناس.
أنا بدي فرح الملائكة برجوعي إليك يا رب. إذا صليت هالصلاة يا ريت تعطيني إشارة برفع إيدك تنصلي لك. أمين. إذا عنيت هالصلاة من كل قلبك يا ريت تقرب لقدام. إذا عم تعنيها قرب لقدام قلو أنا إلك يا رب أنا إلك. ما بدي أطلع مثل ما فتت. ما بدي أكون واحد مثل هالناس اللي عم يطعنوك كل يوم وبيزعلوك كل يوم وبيهينوا اسمك وبيجرسوك. أنا مني قادر بس أنا بريدك. يا ريت نقرب من كل قلوبنا يا أحبة. أنا بدي أكون إلك. أنا بدي جدد عهدي معك. حتى إذا كنت اختبرت الرب ورجعت حسيت حالك جوهت اسمه وجرسته وخربت له سمعته قرب لقدام قل له يا رب بدي أعيش حياة جديدة أرجع بدي جدد عهدي معك أرجع لمحبتي الأولى. إخوي هون مثل العادي أحبة والأخوات هون إياك تبقى فاتر إذا عرفته وإياك تضلك بخطاياك إذا بعد ما عرفته. ليش تخرج من هون ودينون تطلع عليك والدينوني على الإنجيل؟ تبه ربي أهلي أهلي ربوني جدي قال لي علمني ست المجتمع هيك. الله ما خصوا فيهم كلهم هول. الله سيدين سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح. رح يفتح الإنجيل بدينك عليه لك يا حب هيدي كلمتي قدي عمره. أنا ما غيرت رأيي. أنا ماني مزاجي كل عصر بغير رأيي كل حضارة بغير رأيي. هلا في تطور في كمبيوتر وإنترنت وتواصل عبر الآلات الاصطناعية والأقمار الاصطناعية. لا ما خصني فيهم أنا. كلامه رب الكلام ما بيغير رأيه المحطوط للأبد. يا ريت نغمض عيوننا. ارفع إيديك ارفع إيديك يا أختي قلي له أنا بسلم لك أمري وحياتي. أنا قلبي إلك حياتي إلك يا رب. أنا بعلن ولائي إلك. مش قادر أتغير. أنت غيرني هلأ. أملك على قلبي. سود على حياتي. ما بدي بقى أقرب. بدي تكون هيدي آخر مرة يا رب. بقرب فيها لقدام. بدي أعرف أنه أنا يا رب عطيتك حياتي 100%. ما بقى تلعب معه يويو. طالع ونازل. قل له بدي يكون قلبي ثابت فيك. ثابت فيك. أمين. أمين يا رب. ثبت إخوتي. أكد لهم أنك قبلتهم وسمحتهم وغفرت لهم وعطينا الاختبار للولادة الثانية اللي بعد ما عرفوك أنك سمحتهم وكتبت أسمائهم بسفر الحياة. أمين يا رب. اجعلهم ينطلقوا من هالكنيسة الليلة خلائق جديدة لكن يعيشوا على كلمتك على إنجيلك على هيدا الوحي المقدس وإلا رح يكونوا هالكين. ما تسمح ولا واحد منهم يكون من الهالكين في الجحيم يا رب المنحدرين إلى أقاصي الجب لكن يكونوا من اللي اختبروا نورك وحبك وفدائك وعظمتك. أشكرك أنك تقبلنا مثل ما نحن بدون أي شرط بدون أي كلفة يا رب لأنه الثمن أنت سددته حتى آخر نقطة من دمك. لك كل المجد يا ملك المجد. هاليلويا هاليلويا. خذني بقرب قلبك خذني بقرب قلبك. رح نغني بالترنيمة. خذني بقرب قلبك. أعلنا بالإيمان أعلنا بالإيمان. أعبدك خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك أغني
من مثلك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حفيظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي بك نصرتي أنت ملجئي لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي يا سيدي أعلن أبي أنت أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك أعلن بالإيمان أعلن عنيا ليسوع عنيا من مثلك يا رب أغني من مثلك أبي أنت أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن بك نصرتي أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك من مثلك يا رب أغني من مثلك هاليلويا 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 هاليلويا. يمكن صرتوا تعرفوا النصايح الأربعة. أعطيت حياتك في عليك التزامات تتنمى وتنضج، وإلا رح تكون فريسي سهل لأبليس ويسرق كل البركات اللي أخدتها. اسمه سارق وقاتل. أول شيء بدك تقرأ بالإنجيل، لازم يكون كلمة الله أساس حياتك اليومية. ثاني شيء احكي مع الرب كبي كإله كسيد على حياتك، كشخص حبك محبة أبدية، مش حبك محبة وقتية عاصلحة. تصور بعدك بوضعك وبعده بيحبك، انت بتفتش على واحد آدمي
كويس أمين ما بيسرقك ما بيضحك عليك، تتصاحبه وتصادقه، وإذا مرة غلط معك طلبته. ليش بعده ما نبطنا؟ ليش ما برم ظهره؟ لأنه إله أمانة لا جور فيه. نحن جبلت وعمل يديه. فحكي حكي، ما بقى تكرر صلوات محفوظة وتعيدة. منه قالي قدامك تتعيد المسجل الكاسيت كل يوم نفس الشيء. افتح قلبك. والرب قالنا قال لا تكرروا الصلوات كما يفعل سائر الأمم. قال بيظنوا بتكرار وتكرار وتكرار صلوات ودزيتها. قال يستجاب لهم. قال لا، انتوا صلوا كأنه عم تحكوا مع بيكم. صلوا هكذا أبانا. حكي بيك، تحكي مع بيك كلفة وعلى الضمة وعلى الكسرة والفتحة والفاصلة والنقطة، بس تحكي بمحبة واحترام ومهابة. افتح له قلبك، بيحب يسمع منك قلبك شو يقول. ما بده شيء من برا لبرا، من جوا يعلم الله. بده دايما القلب ينطق بالحقيقة. ثالث شيء، شوف كنيسة مثل هالكنيسة روح القدس فيها حي وحر، طليق عم يشتغل، مش مربطين ومقعدينه بالزاوية وقاعد تتحرك. نحن بنشوف شغلنا، بنشوف بعدين إذا منعوزك. هيدا الروح القدس ما بيضل هونيك بفل. خليني إلكن بفل مثل عمله بيسوع لما قرية يروح الرب علي لأنه مسحني. لما أعلن الحق شو عملوا فيه؟ أخذوه مسكوه بدون يكبوه على راس الجبل. ما بدنا إياك، ليش على راسنا نحن؟ شو جاي تعلن لحالك أنت اللي بدك تحرر وتشفي وتعمل؟ روح القدس هيدا عمله. فتش على كنيسة حية تضلك حي وتالحياة تدب فيك. رابع شيء، خبر شو عمل فيك يسوع. مثل مجنون كرة الجدريين قال له بدي الحق يا رب، قال له رح تلحقني بس هلأ خبر أهلك واللي انت بيناتهم أنا شو عملت فيك، كيف غيرتك. وأكثر منك أنا رح زيدهم وحدي خامسة، فتش عم مؤمنين إخوة بنص الجمعة تعشرهم، إخوة بيحبوا الرب روحيين طيبين. مش عملك تقعد 24 ساعة على قلبهم يعني، كل واحد له مسؤولياته. بس ما ترجع لعشرتك القديمة وأصحابك القدم، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ما تقول هول أوادم حبوا نصليلهم، بس ما تضلك على شارك معهم لأنه بيرجع بيعلقوا فيك الأمور العتيقة. ورجعت حليب لعادتها القديمة، تبي لحالك فتش أشخاص تتعلم منهم تنضج منهم يكونوا حدك ويعرفوا يوجهوك بالطريق الصحيح. آمين. ربي يرفقكم ويكون معكم.